الخير سليبس بطولة لبنان لكرة السلة بتكمل. نحن بالمرحلة ال 12 او المرحلة الثانية بإياب البطولة. امبارح كان قدر الدينامو يفوز على فريق أطلس، كانت مباراة سهلة، أطلس عم يلعب بصفوف ناقصة، اليوم الصفوف مكتملة والمباراة مهمة كثير بين فريقي ان اس اي وبيبلوس. بيبلوس عنده انتصار وحيد لهلا بالبطولة، ان اس اي عنده ثلاث انتصارات، مباراة كثير مهمة، يعني فيها تحط ان اس اي تخليه يقترب من الانديه الثمانيه نحو التاهل للدور الثاني، وبحال خسر ان اس اي وفاز بيبلوس بتخلي بيبلوس يقترب من ان اس اي وهومنتمن، ليصير الصراع كثير كبير على المركز 11 و 12. ما رح اتاخر عليكم، رح روح لنديم سعيد. نديم، يعني اليوم مش رح احكيك كلاعب، اول شيء رح احكيك اذا بدك كاداره بان اس اي، اليوم عم تستقدموا ميلكو بيليكا يلي هو عنده تقريبا 135 ل 150 جيم باليورو ليج، بروفايل كثير مهم على الصعيد الاوروبي، شو هويتوهم للمصريات مبين؟ هويناها، عندنا رؤساء الانديه يعني من بديع سعيد لاستاذ افو يعني قرروا حاطين بادجت منيح عليه يعني ليك لا. لانه نحن عم نشتغل على بلان بكل صراحه، والبلان تبعنا انت حكيت شيء كثير مهم، مضبوط، هي مباراه مهمه، اول شيء حتى نتفادى الهبوط، بعدين نقرب على الفاينل 8، نحن عندنا بلان لونج تيرم بلان بيتمادى على 3-4 سنين، لانه ل 3-4 سنين يكون نحن عم نلعب فاينل 4 اذا شيء عم ننافس كمان لبعدين على بعد 4 سنين، سو هيدا الشيء بيتطلب انه تفوت بحله جديده، كان عندنا الاجانب اللي عندنا كانوا منيح، ما بدي هد بحدا، بس لسوء الحظ كنا مش عم نعمل خلص جيم، وانا كنت منصاب، كنا خسرنا 6 جيمات على نقطه، انا بفتكر مع ميلكو ومع خبرته، وامبارح كان اول تمرينه، بفتكر هيدا الشيء اللي كان عم بيصير معنا فينا نتفاداه، وانا قد ما في رغم الاصابه بدي اجرب كمان ساعد الفريق. قد ايه البادجت تبع ميلكو؟ انتوا ما بتحبوا تحكوا بلبنان بس هي عاده يعني ليك بادجت كبير يعني هو بالشهر مش تحت ال 10000 بكل صراحه. اها والله ها حي انا قلت لك يا مثل ما هي. لا لا برافو عليك عادي. لان يعني بلش بال 20 بس انه هو طعمتهم للرؤساء يعني. لا هو ليك هو ساعدنا بشغله، اول شيء بديع فصم خلص حطه براسه، نفس العمر هو اياه قال لك اذا 32 سنه صح، بس في شغله مهمه انه هو ساعدنا بده يخلص كاريرته بالميدل ايست. يعني هيدا الشيء وساعدنا، هذيك سنه كان بالسعوديه صار شيء ما بعرف صار هناك ما كان مرتاح، لحسن حظنا انه نقرب وجهه نظر وفي شخص ودلنا عليه وصارت القصص. بدي اتشكرك نديم، رح نروح بسرعه لزميلتي جاجا. يعني محمد هاي كيف؟ اول شيء طمنا عن اصابتك. ما احسن الحمد لله، هلا هي تمرينتين عم بتمرن ولنشوف اليوم ان شاء الله خير. محمد، المباراة اليوم اتس موست وين جيم لكم، خاصة على الصعيد المعنوي، هيك برات ارضكم تقدروا تسرقوا الفوز من فريق ان اس اي، عشو مركزين اكثر شيء بفريق ان اس اي؟ مع العلم محمد انه عندكم نقاط قوة بالفريق، بس نعرف انه قطعته بابس اند داونز، ما في ستابيليتي، ثلاث كوتشية لهلا، يعني نعرف انه عندكم عناصر صغيرة وفريش وبتركضوا وسريعين، يعني اليوم عشو مركزين اكثر شيء بفريق ان اس اي؟ ولا مرة ولا جيم كملنا، كنا كاملين، على طول حدا مصاب، هلا ريان ولا رجعت جيو. مركزين ديفنسفلي اليوم لنشوف كيف بقطع الجيم، ان شاء الله خير على ارضهم هن صعبين قد ما صعبين انه قد ما فينا بدنا نعمل اللي علينا ديفنسفلي اذا الله بس اوف لك محمد، شكرا لك. هاي هاي، طمنا شو كيف كانت التمرين امبارح مع الاجنبي الجديد؟ صراحه خبرته كثير كبيره بيوروب، كثير رح يفيدنا اكيد، صرنا خسرانين 4 5 جيمز على 2 3 بوينتس، تحضرنا كثير منيح ديفنسفلي على ليتل ديتيلز كرمال اليوم نبلش نرجع نربح بالرتور. هو منه هيز نوت ان جيم شيب بعتقد، يعني له شهرين منه لاعب مظبوط. بلا بلا هي از يس بيست اوف لك، ما بدنا كثير نطول على المشاهدين غياس، رح نشوف مين رح يحسم النتيجه اليوم على ارض الملعب، واذا رح يقدر الاجنبي الجديد بفريق ان اس اي ياثر بطريقه ايجابيه على الفريق. اكيد لا شك، وما بدنا ننسى انه فريق بيبلوس كمان يعني في عوده محمد سكيف يلي يعد واحد من افضل اللاعبين بالفريق الجبيلي، ما بدنا ننسى انه استقدموا فيليب رانكن يلي سبق وكان مع فريق بيبلوس قبل يعني بالموسم يلي ما اكتمل وقت انطلقت الثوره بلبنان ب 17/10/2019، لعب 4 مباريات لكن لعب بطريقه ممتازه. فيليب رانكن عنده ريكورد بال 2019 7 بلوك شوتس، وعنده ريكورد بالسكورينج 33 نقطه، وهو عم يكون بالتشكيله الاساسيه اليوم بهيدي المباراه لتشكيله المدرب ريكي كليفلاند جورج، المدرب الامريكي بفريق بيبلوس فيكتور برميودز، جيو ابو سليمان، عبود شدياق وديمتري نادر، جورج سعيد، بيليكا، عمر ايسي، بشاره بستاني ودالاس مورغان، تشكيله الفريق فريق ان اس اي بهيدي المباراه.
قدام الطاولة كمان صاروا جاهزين لانطلاق المباراة. إذن كل شيء صار جاهز لانطلاق المباراة اللي عم يقودها الحكام الثلاثة رباح نجيم بول سقيم وعادل خويري، هن عم يقودوا مباراة اليوم. هيدا هو اللاعب يلي لعب بحوالي 140 مباراة باليورو ليج، يعني بروفايله بالفعل كثير مهم. صحيح صار عمره 38 سنة، يعني ربح هو أصلا بيلعب مع منتخب مونتينيغرو، لعب من 2010 2021 مع منتخب مونتينيغرو، ربح كأس ليتوانيا 2009 2010 واليورو كاب وينر كمان كان بال 2009. النشيد الوطني اللبناني افتتاح. النشيد الوطني اللبناني ومن بعدها رح ننطلق بالمباراة. وربح الدوري الليتواني 2009 2010، ربح البالتيك ليج، ربح الدور الصربي، يعني لاعب عنده بطولات عديدة. وهون عم يأمن أول ريباوند دفاعي، أول ريباوند دفاعي لإله بالجيم، اللاعب الجديد الرقم 4 بفريق ان اس اي. رح نتابعه لنشوف شو ممكن يغير عن فريق ان اس اي بهالجيم. كمان بدنا نشوف فيليب رانكل عودته للدوري اللبناني مع الفريق الجبيلي. عمر ايسي ضغط على الايسي، دالاس مورغان بسلمه للاعب المونتينيغري، وهون الريباوند لصالح فيليب لصالح فيكتور برميوديز. كمان ريباوند لصالح الصعيد ميلكو بيليكا، هاللاعب بيحمل جنسية الصربية ومونتينيغرو لأنه لعب مع منتخب مونتينيغرو مثل ما قلت لكم لسنوات طويلة. تمريرة بتوصل لميلكو، ميلكو عم يجرب ينزل تحت السلة، ميلكو ووكينج جود ديفنس، عم يدافعوا عليه كثير منيح. وهون عم نلاحظ عم بغلط فريق ان اس اي بنقطة كثير مهمة، إنه عم يجربوا كثير يركزوا عليه، يعني لازم يفوت بالجو شوي شوي بالجيم. تبديل بصفوف فريق جبيلي، ديمتري نادر عم يطلع على مقعد الاحتياط. عبود الشدياق بمرر، وهون اذا الفريقين بعد ما سجلوا بهالجيم ضغط ضغط، وهون في خطأ. ضغط من جيو ابو سليمان لاعب منتخب لبنان للناشئين اللي عم ينضم لفريق بيبلوس بهالموسم. ريباوند دفاعي جديد كمان لصالح دالاس مورغان. سعيد عمر الايسي بيخترق، عمر الايسي ما بينجح اوفنسيف ريباوند، واولى نقاط ميلكو بالدوري اللبناني عم تتسجل بهالوقت من اوفنسيف ريباوند. عم يسجل ميلكو اولى نقاط فريق ان اس اي. بوب بطلع الطابه لبرا عند فيكتور برميوديز، فيكتور برميوديز بياخذ تسديده صعبه ما بينجح فيها، البستاني على الديفنسيف ريباوند. شارب ستيني هو اللي عمل الديفنسيف ريباوند، كمان ميلكو بيعمل فيك بيخترق بايده الشمال بيروح على السله في خطا. هيدا هو اللاعب الاوروبي اللي بيقدر يلعب من برا لجوا، بيقدر يسدد، عنده خبره كثير كبيره. شوفوا كيف عم يستعمل، يعني عارف انه فيليب رانكن قرب كثير منه، لما قرب منه فيليب رانكن قرر يخترق السله، عارف انه على الاقل بيقدر ياخذ الفاول وقدر اخذ الفاول، وعم يكون عنده اثنين فري ثرو. الاولى بسجلها، برسنتج الفري ثرو عنده يعني برسنتج كثير منيح على طول بين بكل البطولات اللي لعبها بين 75 ل 88%. عم يسجل اثنين،
ليعطي تقدم 4-0 لصالح ان اس اي، وهو مسجل نقاط ان اس اي كلها. سيلفي فيكتور، فيكتور برميودز، جيو، جيو ابو سليمان بيقترب بايده الشمال، حلوه كثير يا جيو، حلوه كثير هالدرايف على السله جيو ابو سليمان، اولى نقاطه لجيو بالجيم، واولى نقاط الفريق الجبيلي، بنزلوا الفارق، لنشوف هون الديفنس، كيف رح تنلعب على ميلكو، شوفوا شوفوا ميلكو كيف عم يلعب تحت السله، بيطلع الطابه لبرا، دالاس مورغان، اوفن شوت، بياخذ التسديد الثلاثيه، رح يشتت كثير الدفاع، اخذ الاوفن شوت لانه عم يجمع ميلكو اكثر من لاعب تحت السله، بوقت فيكتور برميوديز بيخترق وبياخذ ال، لنشوف قرار الحكم، ما في فاول. ووكينج ووكينج واضحة بالريبلاي، واضحة جدا. كمان الأيسي جيو هو اللي عم يدافع على دالاس مورغان. الأيسي بنزل له الطابة لتحت السلة بسهولة بسهولة، عم يعمل دامج بدفاع فريق بيبلو، 6 نقاط لصالح اللاعب الصربي بهالمباراة، بوقت بوب ابراهيم الحداد بيخترق بلم الاوفنسيف ريباوند، فيليب فرانكل تسديدته الثلاثية كمان ما بتنجح، ودالاس مورغان على الريباوند، عم بيكون جامد جدا فريق ان اس اي لهلا بالمباراة. جورج سعيد بجرب يلعب الموف تحت السلة مقطوعة من فيليب فرانكل، فاست بريك لابراهيم الحداد، ابراهيم يروح على السلة، ابراهيم ما بيسجل، ابراهيم الحداد، دالاس مورغان على الريباوند، ثالث ريباوند لمورغان. اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول، جيو عم يدافع، جيو عم يدافع كثير منيح على دالاس مورغان، من وقت قليل جبروا بترن اوفر، كمان جبروا بترن اوفر لكن من نوع ثاني الليجل سكرين يلي عمله جورج سعيد. جبروا بالاوفنسيف ريباوند واسترجع فريق بيبلوس البوزيشن. بيبلوس عم يكون عندهم صعوبة بالتسجيل. عبود فيكتور برميودز جيو محاولة فيكتور برميودز كمان ما بتنجح، بعد عندهم 2 سكندز. بالإعادة البلوك شوت يلي عملها ميلكو اوت اوف باوندز 2 سكندز، بياخذ بسرعه التسديده فيليب، ما بينجح بالمحاوله، مورغان على الريباوند، هيدا الرابع لاله بالجيم. دالاس مورغان بيخترق بيوصل على السله، خطا لصالح مورغان، خطا لصالح دالاس مورغان. عنده 6 من 8 على الفري ثرو بالمباريات الثلاثة السابقة اللي صار لعبها بلبنان. بسجل المحاولة الأولى بنجاح، نقطته الرابعة، نقاط ان اس اي لهلا مسجلها الثنائي الأجنبي، 4 نقاط لمورغان، 6 لميلكو. كمان بسجل نقطته الخامسة. فيليب فرانكل بوجه دفاع عن اس اي كمان ما بينجح، والريباوند دفاعي هالمره للبستاني، ثاني ريباوند لبشاره بالجيم. جورج سعيد بيخترق السله ما بيسجل لسعيد، الريباوند لصالح ابراهيم الحداد وفي خطا، في خطا بعد الديفنسيف ريباوند لابراهيم الحداد. بالاعاده عم نشوف هون الريباوند والفاول، تايم اوت عم يطلبوا المدرب الامريكي، المدرب بريكي كليفلاند جورج. Thank you.
ايضا عم نشوف المدرب الامريكي اللي هو ثاني مدرب اجنبي بستبس بطوله لبنان بهالموسم. الريباوند تعادل لصالح حسين 9-6. المدرب اللي كان عنده اكسبيرينس بالدوري القطري، بالدوري الصيني، بالدوري الكويتي. الحمد لله على السلامه فارس، رجع لنا من حلب وكمان بكوسوفو، تحديدا مع منتخب الاندر 20 بكوسوفو. فيكتور برميودز نشوف اذا رح يقدروا يسجلوا سله جديده فريق بيبلوس. عم يلعبوا ماتش اب زون، جيو بسدد عن الارك وهون تحت السله فيليب بيعمل فيك بيضيع المحاوله كمان والايسي على الريباوند. ما عم يقدروا يسجلوا فريق بيبلوس بوقت جورج سعيد بيخترق السله بسجل لسعيد. اولى نقاط لجورج سعيد بالجيم، اول لاعب لبناني بان اس اي عم يسجل نقاط. ابراهيم الحداد، فيليب فرانكل، تسديدته الثلاثيه كمان ما بتنجح. اوفاس بريمون لجيو بيخترق جيو. جيو ابو سليمان الوحيد اللي مسجل نقاط. هذا دونتاريوس جيمس لاعب بيبلوس السابق يلي استبدلوه بفيليب فرانكل. لهلا فيليب بعده منه فايت ابدا بجو الجيم. الكارير باست بالنسبه له عملها بالدوري اللبناني بسنه 2019. فيكتور برميودز ويك سايد، ويك سايد بيعطيها خالصه خالصه التمريره والتسديده ناجحه لابراهيم الحداد يلي بيسجل عن الارك بنجاح. ميلكو لبرا عند دالاس مورغان، محاوله ما بتنجح. الحداد كمان على الريباوند، فرصه فرصه لتقليص الفارق. فيكتور برميودز، فيكتور بيخترق كمان بيطلع الطابه لبرا. ابراهيم الحداد لفيليب فرانكن بياخذ التسديده الثلاثيه كمان ما عم ينجح ولا ايسي. ريباوند دفاعي جديد ما عم يكون عندهم ابدا نسبه نجاح بعكس دالاس مورغان يلي بيضرب من المسافه البعيده للمره الثانيه بالجيم. 8 نقاط لدالاس مورغان، ثاني 3 بوينتس له بالمباراه. بيرجع بيطلع الفارق ال 11. فيكتور برميودز كمان بيسدد، فارت فيكتور برميودز اولى نقاطه لفيكتور بالمباراه. النقطه الثامنه للفريق الجبيلي تحت انظار المدرب الامريكي اللي قالوا لي كثير صارم بيكون بالتمرين مع فريق بيبلوس، كثير قاسي معهم. ميلكو بياخذ التسديده الثلاثيه، الريباوند مين؟ عبود الشدياق. فيكتور بيطلع الطابه، جيو تسديده الثلاثيه عم يسجلها. جيو عم يقدم مباراه كبيره. جيو حكينا عن دفاعه ولازم نحكي كمان عن هجومه لانه هو حاليا افضل سكورر بفريق بيبلوس، عم ينزل الفارق لخمسه. ميلكو، ميلكو بيخترق البيس لاين، خاطئ لصالح ميلكو. عم يشتري الاخطاء شرايه، عم يستعمل كل خبرته. ومره جديده على فري ثرو من وقت قليل سجل 2-2. تبديل بالصفوف ان اس اي، مايكل كريمي على ارض الملعب صانع العاب ان اس اي يلي بحط كثير انرجي بالجيم، عم يستعين فيه بهالوقت المدرب زياد مراد. بوقت ميلكو عم يسجل نقطته السابعه بالمباراه مع 2 ريباوندز. بولد ستاتس عم تفرجينا هاي الارقام. بضيع المحاولة الثانية، ريباوند لفيكتور برميودز بكبها لقدام عند جيو. جيو اللي أول فري ثرو بضيع. فيليب فرانكل بعد ما شفناه بهالجيم ما عم ينجح. الريباوند لصالح جورج سعيد. دالاس مورغان ميد رينج شوت ما بيسجل مورغان. الريباوند لصالح الحداد. عم يشتغل ابراهيم. عبود الشدياق بطلع له اياها لبرا بوجه دفاع المنطقه. فيليب فرانكن كمان ما عم ينجح. اوبن شوتس كمان ما عم ينجحوا مع فيليب فرانكن. وعمر الايسي دائما حاضر ليامن الريباوند الدفاعي بوقت
ميركو بياخذ التسديده الثلاثيه كمان بدوره ما بيرجع بالتسجيل. فيكتور برميودز عمل الريباوند، جيجابو سليمان لعبوط، الشدياق بسدد، الشدياق ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه والريباوند كمان لصالح مايكل كريمي. تحت السله حلوه التمريره، والسعيد ينجح بتسجيل نقطه الرابعه بالجيم، يرجع يطلع الفارق لثمانية. فيكتور حداد بسجل ابراهيم، صعبة لكن بينجح فيها، خمس نقاط لابراهيم الحداد، يعني بالرغم من كل البرسنتج القليل لفريق بيبلوس الا انه عم بعدهم قريبين بالجيم، ست نقاط مع اقترابنا من نهايه الكوارتر الاول. ميلكو بيكسر الطابه، فاست بريك لجيو وخطا لصالح فريق بيبلوس. يعني من وقت قليل انتهت مباراة زوبهان والأرثوذكس الأردني بمدينة طهران بفرق 8 نقاط 89-81. الظاهر عملوا جيم جيد الأردنيين بمدينة طهران. بهالوقت عم يريحوا اللاعب الصربي جيو، عم يضيع المحاولة الأولى. كمان بضيع الثاني، والسعيد على الريباوند. اثنين فري ثرو عم يضيعوا، اخر نص دقيقة من الكورتر الأول. مايكل كريمي، ديمتري نادر بيرجع على أرض الملعب، مورغان لجورج السعيد بيلعب على الميس ماتش، ما بيقدر يتخطى الدفاع الجبيلي. جيو بكبها لقدام عند عبود الشدياق، وفي خطأ، في خطأ لصالح عبود الشدياق من عمر الايسي. اخر 22 سنه و19 الشدياق رح يكون عنده الثاني فري ثرو. كمان عم يضيع ثالث رمية حرة على التوالي، عم بتضيع على فريق بيبلوس. بسدد بنسبة 65% بستمس بطولة لبنان بهالموسم. الأولى بضيع، كمان الثانية عم بتضيع، كمان الثانية عم بتضيع. سجلوا الرميات الحرة، كان الفرق هلا نقطتين بالجيم. عم بحكي بس عن الرميات الحرة الأربعة الأخيرة، يعني آخر ثواني الكوارتر الأول. الطابة بتوصل لمايكل، صدأ من الأتمت الأولى، صدأ عم ينجح بالتسجيل. أولى نقاطه لمايكل صدأ يلي بيطلع الفارق لثمان نقاط على حساب فريق بيبلوس. من المسافة المتوسطة بيعطي التقدم الثمانية لأن اس اي على حساب بيبلوس. إذن من جديد بنرجع لمجمع فؤاد شيب بجوني للقاء بيبلوس وان اس اي يلي انتهى بالتقدم 8 لصاحب الارض. افضل سكور بالجيم لهلا هو دالاس مورغان بثمان نقاط، سبعه لميركو وخمس نقاط لصالح جيو ابو سليمان.
وابراهيم الحداد، كل واحد سجل 5 نقاط. عمر العيسي لهلا عامل 5 تمريرات حاسمه بالجيم. شوف الثري بونت 33% لصالح فريق بيبلوس، 40% لصالح ان اس اي، 2 من 5 مقابل 3 من 9. مايكل سايد بول لصالح ان اس اي، مايكل لمورغان، تمريرة بتوصل لميلكو، بده يجرب يلعب، لاحظوا المسماتش، لاحظوا المسماتش، بيلعب فيليب رانكن بيعمل بلوك شوت على اللاعب الصربي المونتينيغري، وهون مايكل ما بينجح بالتسجيل، الريباوند دفاعي لصالح عبود الشديان. قلت لكم هاللاعب عنده ريكورد 7 بلوك شوتس بال 2019 عملهم بالدوري اللبناني بمواجهه بيروت، كان يلعب مع بيبلوس طبعا. فيكتور برميودز بيعطي الشديان، عبود بياخذ التسديده صعبه صعبه، ميلكو على الريباوند، دالاس مورغان بحاول يمرر، لمين بتوصل تحت السلة، المحاولة ناجحة من بشار البستاني يلي بسجل أولى نقاطه بالجيم. بالإعادة عم تشوف أوف ملا بلوك شوت، ملا بلوك شوت عمله فيليب رانكن. كمان فيكتور برميودز ما بينجح بالتسجيل، أوفنسيف ريموند لفيليب، شوفوا كم لاعب طب عليه، شوفوا كيف لاعب طب عليه لفيليب رانكن، كان لازم يشيلها من ايده، خليها بايده، هيدا الشيء غلط. فيليب رانكن عم بحكي عن البلوك شوت السبعه اللي عملهم ب 27 الاول 2019 وقتها كانوا عم يلعبوا بيبلوس مع فريق بيروت، وعنده 33 نقطه ريكورد كمان بالدوري اللبناني امام انيبال زحله ب 16/10/2019، ونقط ثاني جديد عم يسجله دالاس مورغان، وعم يطلع الفارق ل 12. 10 نقاط لدالاس مورغان، بياخذ كمان الخطا الوحيد لهلا بالجيم بدبل فيجرز بالنقاط، شوفوا بالريبلاي الستاب باك واخذ الفاول من عبود الشدياق. مورغان بسجل الفري ثرو، 11 نقطة لمورغان. جيسون بولوس على ارض الملعب من جهه فريق بيبلوس، ضغط ضغط دفاعي، فيكتور بمرر، حلوه كثير التمريره، حلوه كثير التمريره، والحداد بسجل نقطه السابعه. مايكل عم يدافع عليه جيو، مقطوعة كمان، تورن اوفر جديد، جيو ابو سليمان بيروح على السلة، حلوة كثير يا جيو، عم تقدم مباراة كبيرة يا جيو يا ابو سليمان، 7 نقاط لجيو، وتايم اوت بيطلبوا المدرب زياد مراد. رجع تشوف الإعادة كيف قدر ينهي بإيده اليمين، حلوة كثير السلة. عم نشوف المدرب الامريكي ريكي جورج، خمسه تورن اوفرز على ان اس اي، 3 على فريق بيبلوس.
فريق الاس اي معدلهم بالجيم بمرحله الذهاب 14.3 تورن اوفرز بالجيم الواحد، 3 ستيلز عندهم فريق بي بلوس، 0 ستيل لفريق الاس اي. هون عم يقدر يعمل فرق فريق بي بلوس ليقدر يسجل نقاط، لانه على ست اوفنس ما عم يسجل نقاط بصراحه، اغلب نقاطه اخذها بعد مجهود دفاعي وفاست بريك. فريق بيبلوس ثاني اضعف فريق بالليج بستيلز اليوم بهالمجال محسن كثير. عم نشوف عبود الشندياق فول ديناي على دالاس مورغان، ما عم بيساعد عليه ابدا. ميلكو طلع الطابه لبرا عند البستاني، شوفوا عبود الشندياق كيف مسكر له اياها لدالاس مورغان. نديم سعيد ما بينجح بالمحاوله، بعد ثواني قليله من دخوله على ارض ملعب فيكتور برميودز، بيروح على السله وبسجل برميودز نقطه الخامسه بالجيم وبيرجع بنزل فارق لسبع نقاط. رح تكون صعبه هالمباراه على الفريقين. مايكل كريمي اللي لاحظته اغلب نقاط بيبلوس عم يكونوا بفاست بريك، ما عم يقدروا يسجلوا ابدا بالست اوفنس. عبود الشدياق بيخسر الطابه يا عبود. عبود الشدياق نجله لعبدو الشدياق، طبعا واحد من نجوم كرة السلة اللبنانية بيشبهه اصلا. عائلة يعني عائلة الشدياق، مش انه بس عبدو، عبدو وعادل وبهجت يلي لعبوا مع بعض. كمان الايسي ما بينجح، جيو على الديفنسيف ريموند وبياخذ الخطا. جيو العلامة الفارقة أنا برأيي بهالجيم، يعني حكينا عن فيليب رانكن، حكينا عن ميلكو بيليكا، بصراحة العلامة الفارقة بهالجيم هو جيو أبو سليمان يلي عم يكون موجود وين ما كان. فيكتور برميودز بإيده الشمال بيسجل نقطة السابعة والفارق نزل، نزل الفارق لخمس نقاط بين الفريقين. دالاس مورغان، دالاس عبود عنده مهمة دفاعية على دالاس مورغان. نديم سعيد عم يستلم، كمان نديم بيخترق بمرر التسديدة لمايكل كريمي، ما بتنجح المحاولة. دالاس مورغان ميدري شوت كمان ما بينجح، وابراهيم الحداد حاسم هالمرة على الديفنسيف ريباوند. خطأ لصالح فيكتور، خطأ من مايكل. عم نشوف كمان الجدايل على ارض الملعب وعوده اللاعب محمود عويضه من جهه ان اس اي. تبديلات بالجمله عم يجريها المدربين. جيو، جيو بيخترق بمرر، دايما بوش دفاع المنطقه، التسديده الثلاثيه ما بتنجح. ميلكو على الريباوند، هيدا الريباوند الرابع له بالجيم. دالاس مورغان، دالاس بمرر تحت السلة، اوبن شوت لنديم سعيد، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، وهون في اوت على ميلكو. جرب يجيب الاوفنسيف ريباوند، قدمه كانت بالاوت. عم تشوف بالملعب على جنب الملعب الحكمين يلي كانوا موجودين امبارح ببطولة وصل، بما انه كنا عم نحكي من شوي عن مباراة اوباهاما الارثوذكس الاردني. كمان بضيع فيكتور برميودز، الريباوند للعويضة، خطأ لصالح دالاس مورغان، الخطأ عم يعمله جيو أبو سليمين. الحكمين عصام صيابي من عمان وسيف الدوسري من قطر يلي عم يكونوا موجودين تحت سلة، تحت السلة مع انت اليمين. نديم كمان درايف، درايف ما بينجح بالمحاولة. ميلكو الريباوند لصالح فريق بيبلوس مع جيسون بولوس. فيكتور بمرر لابراهيم الحداد، كمان برميودز ستيب باك، تسديدة ثلاثية ما بتنجح، والريباوند لمورغان. وهون كمان عم يسجل دالاس مورغان من جديد.
سجل إذن مع الخطأ مورغان. عم يكون هون عم نشوف الحكمين يلي كانوا موجودين امبارح بملعب الحمدية بحلب. 13 نقطة 4 ريباوند من قطر وعمان. ما في غير كان محمد العميري اللي كان موجود معهم، منه موجود، ما وصل، ما اجى على لبنان بعد المباراة. طالع بتطلع لبرا تسديدة ثلاثية كمان ما بتنجح، ومورغان عم يعمل شغل. ريباوند دفاعي جيد لدالاس مورغان يلي عم يقود فريق ان اس اي بشكل ممتاز، وهيدي الثلاثية كمان ناجحة لصالح دالاس مورغان. ثالث تري بوينت له بالجيم، بيرجع بيطلع الفارق ال 11. كل الكامباك اللي حاول يعملها فريق بيبلوس رد عليها لحاله دالاس مورغان. تحت السلة اند وان للحداد، بسجل ابراهيم الحداد نقطة التاسعة وبياخذ الخطأ وتايم اوت المدرب ريكي جورج. عم يفتش عن فوزه الرابع بسنبس بطولة لبنان، بينما فريق بيبلوس عم يفتش عن انتصاره الثاني بهالموسم. رمية حرة إضافية لصالح إبراهيم الحداد يلي عنده 9 نقاط لهلا بالجيم. رح نشوف على كل حال بولد ستاتس، 9 نقاط 5 ريباوند، وهيدي نقطة العاشرة. نزل فرق ل 8، 4 دقايق بيبقى من الكوارتر الثاني. كريم جدايل بمر للعويضة، مقطوعة تبقى لصالح فريق ان اس اي مع نديم سعيد. نديم بمرر التسديدة الثلاثية، حلوة كثير الاسيست، حلوة كثير التمريرة، وجدايل ما راح يروح هيك فرصة، بسجل عن الارك، والرد سريع، الرد سريع من قبل فريق بيبلوس اذا ماني غلطان يلي سجل برميوديز. فيكتور عم يسجل نقطته العاشرة، تاني تري بوينتس له بالجيم، ما خليه يتهنى فيها للجدايل. على كعبة بالعربي الدارج، وهون درايف على السلة، ريباوند لصالح فريق الاسي مع ميلكو وبياخذ الخطأ. خامس ريباوند لميلكو بيريكا. صار له فترة عم يلعبوا، لعبوا فترة بيبلوس من دون فيليب رانكن اللي عم يرجع على أرض الملعب. ميلكو سبع نقط 4 ريباوند على بولد ستاتس، بضيع الفري ثرو، هيدي ثاني فري ثرو بضيعها بهالجيم. بسجل الثاني نقطه الثامنه بالمباراه. رامي بطرس على ارض الملعب بدلا من جيو. الحداد فيكتور
فيكتور برميودز. ينقل الطابة لكن خاطئة، تورن اوفر. جرب يعني لعب عمالة اليمين ليجرب يفضي زميل لقاله على الويكسر على عمالة الشمال، لكن التمريرة كانت كثير صعبة أصلا إنه يقدر يلقطها. نديم سعيد اللي عم يجرب يخفف ضغط عن دالاس مورغان بدخوله على أرض الملعب، عم يفضي عم يطلعه من السكرين. دالاس ستيب باك بسدد عن الآن. ما معقولة يا دالاس يا مورغان، ما معقولة، ملا تسديدة من وين سجلها. رابع ثلاثية لدالاس مورغان بالجيم، نقطة العشرين. فيليب تسديده ثلاثيه كمان عم بتضيع، وهون في خطا لصالح فريق بيبلوس. قدر استفاد بعد محاولة تسديدة رامي بوطانوس يلي استعان فيه من وقت قليل المدرب ريكي جورج، لاعب أنيبال زحلي بالموسم الماضي يلي انتقل لبيبلوس وهو سابقا كان مع فريق الأندرانيك. بسجل 2 من 2 ابراهيم الحداد، نقطه ال 12. دالاس الفارق بيرجع مثل 10، 20 نقطة صار رصيده لدالاس مورغان. دالاس كمان عم يسدد، هالمرة ما بينجح. الريباوند لفيكتور برميودز، بيطلع بالفاست بريك، بروح على السلة وبينجح بتسجيل 12 نقطة لفيكتور برميودز. نزل الفارق لـ8. تايم اوت جديد عم يطلبوا المدرب زياد مراد. تورن اوفر على ان اس اي، 5 على بيبلوس. اقل من دقيقتين لنهايه الكوارتر الثاني، لنشوف كيف راح يكونوا الثواني الاخيره من الربع الثاني. ان اس اي دائما متقدم بس بيبلوس ما عم يتركه ابدا يرتاح. كمان هالمره ابراهيم الحداد هو اللي عم يدافع على دالاس مورغان. فول ديناي. ميلكو بسدد بالمسافة المتوسطة، الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح العويضة. نديم سعيد بياخذ التسديدة الثلاثية وبسجل عن الأرض بنجاح. سادس ثلاثية ناجحة لصالح الان اس اي بهالجيم، الأولى للسعيد. وهيدا الشيء كان كله من بعد الريباوند الهجومي اللي عمله العويضة. فيكتور في خطأ لصالح فيكتور برميودز. الخطأ من ميلكو، هذا أول فاول على ميلكو بيليكا. اثنين فري ثرو، رح تشوفوا أرقامه على بولد ستاتس. أرقام لافتة لهلا لفيكتور برميودز، من أفضل يلي بيسددوا على الفري ثرو بستبس بطولة لبنان بهالموسم.
عم يتنافس هو وكليف الكسندر كبرسنتج، عنده 84% برسنتج على الفري ثرو، 83% لكليف الكسندر. كليف الكسندر اللي عنده مباراه مهمه يوم الاحد الحكمه وهوبس بملعب غزير. 13 نقطة 7 ريباوند و 4 اسيست، بس كليف أكثر لاعب مسجل فري ثرو، صار عنده 77 فري ثرو مسجلون. جوردن أو عفوا جيسي جونز لاعب عمان من 58، وحدة من اثنين. مينكو على الريباوند. فارق 10. 45 ثانية بيبقى ميلكو بسدد الجدايل، الريباوند لرانكن. فيكتور برميودز ستاب باك، تسديدة صعبة ما بتنجح من فيكتور برميودز. لنشوف هون الحكم، البوزيشن بتبقى لصالح بيبلوس. نص دقيقة بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. تواجد جمهور أكاديمية، يعني جمهور صغير بيعشق كرة السلة، حلو كتير نشوف هذا الجمهور بملعبنا دايما عم يزينون للمدرجات. أوت أوف باوند فيكتور برميودز. فيكتور يلعب، حاول يلعب على السلة مقطوعة من دفاع الأس إي اللي عرفوا دافعوا كتير منيح على فيكتور برميودز، عم يخلي الطابة كتير بإيده بصراحة، يعني كتير عم يتركها بإيده، عم يفوت بترافيك ما عم يشيلها من ايده، لازم يشيلها على ست اوفنس. عم بيعانوا فريق بيبلوس، منهم مرتاحين ابدا على ست اوفنس. والتسديده لجدايل من محل بعيد، الريباوند لصالح الحداد، سادس ريباوند للحداد. وهون نهايه الكوارتر الثاني بتقدم ان اس اي على حساب بيبلوس بفارق 10 نقاط. مشاهدي ام تي في واس بي اي اللي عم تتابعوا اكيد المباراه كمان على اس بي اي على الفيسبوك او يوتيوب، بيروت سيتي المباراه عم ينتهي فيها النصف الاول بتقدم 10 لصالح فريق ان اس اي. 42-32 رح ناخذ نحن وياكم بريك مشاهدي ام تي في لحوالي 10 دقائق، بنرجع نحن وياكم لانطلاقه الكوارتر الثالث.
من جديد مرجع نحن وياكم مشاهدينا لمجمع فؤاد شهاب بجوني للقاء ان اس اي وبيبلوس. قدر اصحاب الارض يتقدم بفارق 10-42-32. رح نشوف مقارنه احصائيه نحن وياكم بولد ستاتستكس الكومباريسون قبل ما نروح لسوبر دوكان هاف كورت شوت. 39% نسبة ان اس اي، 30% لبيبلوس. بيبلوس كثير نازل بالبرسنتج فيلد جولز، لانه بمرحلة الذهاب كان عنده برسنتج 42%، اليوم عم يلعب بأقل ب 12%. 3 بوينتس عند ان اس اي خاصة دالاس مورغان اللي سجل أربع ثلاثيات، 6 من 14، 43%، اكسلنت لهلا برسنتج. الريباوندز متعادل بين فريقين، الاسيست حكيت كثير عنهم، عنده المشكلة بالتمريرات الحاسمة، لأنه الوحيد اللي عم يكب عم يقدر يعمل اسيست بفريق بيبلوس هو فيكتور برميوديز. تورن اوفرز قريبين من بعض ستيلز، بيبلوس اليوم متقدم بهيدا المجال، ان اس اي زيرو ستيل، يعني ان اس اي ابدا ما عم يقدر يعمل ستيلز. 2 بلوك شوت مقابل بلوك وحيد. ان اس اي بالليج عندهم 8.7 ستيلز بالجيم، اليوم عندهم زيرو ستيل. ما في بنات ليش سو ليش معقول ما في بنات ليشاركوا؟ في بنات هيدي مؤامرة من جورج خليل وغياث ديبرا. لا مش انا، هيدا فارس، هيدا فارس فارس كرم حطيها على فارس. شو بدك انا وجورج اتركينا اي مخرج اتركنا شفت بنات ما بدهم. على كل حال هلا بانتظار نشوف سوبر دوكان هاف كورت شوت. ما اكلنا تشيبس اليوم، ما طعمونا ما ضيفت ما ضيفتونا. هلا اجوا ضيفونا. شو عم يضيفونا؟ هات لنشوف. اه هاني ماسترد، هاني ماسترد اطيب شيء. انت غرامك لهاني ماسترد. صح، الهاني بده هاني. شو هالغزل سريع، قلت لك سريع. انا باربيكيو. جورج خليل بحبهم هون. عجقوا علينا سنبس تشيبس، وهيدي الداتا قدامنا بطولة لبنان. إذا الحكيم عم يطلبوا عودة الفريقين قبل ما ننطلق بالسوبر دوكان هاف كورت شوت. بدي أرجع أذكركم بمباراة اللي صارت بين زوبهان والأرثوذكس الأردني، كثير مهمة لفريق بيروت. 89-81 قدر فاز زوبهان بمدينة طهران الإيرانية. بقي بيروت هو الوحيد من دون خسارة، عنده مباراة كثير مهمة بيروت. أصلا الفريقين اللبنانية إن كان الرياضي أو بيروت عندهم مباريات مهمة كثير بإيران الأسبوع المقبل ويلي بعده. الأسبوع المقبل الرياضي عنده جيم حياة وموت بالنسبة له أمام جورجان، إذا بيقدر يفوز فيها بصير عنده تشانس كتير كبير يتصدر. هيك بيطلع بيروت والرياضي متصدرين المجموعات بالنسبة لهم، بيروحوا دايركت للسيمي فاينل. الرياضي إذا تعثر بمدينة طهران، وإن شاء الله يا رب ما يتعثر، بفوت بمعمعة صعبة. سوبر دوكان هاف كورت شوت، يعني لو مع انه قرب بس كنا حسبنا له اياها 10 مليون فاوتشر ابلكيشن سوبر دوكان، يلي تعد واحده من افضل الابلكيشنز بالدليفري ان كان على جوجل او على اي او اس على ابل. وهون كمان محاوله ثانيه ما بتنجح، كمان الثالثه. مهضوم بسليبر عم يسدد، مريح حاله كثير كمان. وهون كمان خمس محاولات سوبر دوكان هاف كورت شوت ما عم تنجح. بانتظار عودة الفريقين على أرض الملعب. تشكيلة فريق بيبلوس صارت على أرض الملعب. فيليب رانكن بعد ما سجل ولا أي نقطة بهيدي المباراة، يعني توقعوا كثير منه لفيليب رانكن إدارة بيبلوس والجهاز الفني، بس لهلا ما عم يقدر يساعدهم أبدا بسكورينج. انطلقت الكورتر الثالث. جيو ابو سليماني بيرجع على ارض الملعب، كان واحد من افضل اللاعبين ببيبلوس بالشوط الاول. فيليب يخترق فيليب رانكن، بيروح على السله بسجل اولى نقاطه، اولى نقاطه لفيليب رانكن بهالموسم واولى نقاطه بالجيم، بنزل فارق لثمانية. عويضه بمرن ميلكو
فيكو تسديده ثلاثيه، ريباوند كمان لفيليب فرانكل، سادس ريباوند له بالجيم. فاست بريك، عبود الشدياق بيروح ما بينجح بالتسجيل. ميلكو على الريباوند، 8 ريباوند لميلكو. دالاس مورغان لجورج السعيد، جورج بيلعب على السله ما بينجح كمان. فيليب على الريباوند، سابع ريباوند لفيليب فرانكل. ابراهيم الحداد ميد رينج شوت كمان ما بينجح. سابع ريباوند كمان لدالاس مورغان، افضل سكورر بالجيم لهلا. ميلكو بده يجرب يلعب على فيليب فرانكن، بيلعب على السله وبسجل نقطته العاشره. جرب يكتب على الاوفنسيف فاول فيليب فرانكن، ما نجح بهيدا الشيء. صحتين هول سنيبس تشيبس مستقبل بطوله لبنان. وكمان جيو ابو سليمان، ممتاز يا جيو ممتاز. يعني انا تفاجات ليش شاله بصراحه بالكوارتر، ما له حق تدخل اكيد بالكوتشينج، بس كان عم يقدم مستوى جيد دفاعا وهجوما، عم يقدر يساعد زملائه بشكل واضح على ارض الملعب، عارف شو بده الجيم. يعني مبين في اي كيو باسكت على ارض الملعب عم يستعمله صح. ضغط ضغط من فيكتور برميودز، وهون ريباوند لصالح الحداد، ثامن ريباوند لابراهيم. عنده الفرصة ينزل الفريق لعلم 8. فيكتور بيكسر الطابة، تورن اوفر جديد. دالاس مورغان، دالاس يعطي التمريرة حلوة كثير بتوصل لميلكو، حلوة كثير يا عويضة. بيشكره ميلكو، بيطلع فيه وبيشكره على التمريرة الحاسمة الثالثة لإله، ثالث أسيست بوقت الحداد عم يسجل مع الفاول. 14 نقطة لإبراهيم الحداد تحت أنظار نديم السعيد. شوف بالريبلاي الخطأ من ميلكو، هيدا ثاني فاول. كمان فري ثرو جديد عم بتضيع، الريباوند للسعيد. صاروا مضيعين 6 رميات حرة. دالاس مورغان، شو هالدالاس؟ شو هالمورغان اليوم؟ 22 بوينتس لدالاس مورغان، دايما حاضر. بيرجع بيطلع الفارق ل 10. عبود، عبود الشدياق. خطأ لصالح الشدياق. نديم سعيد عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. عندهم 4 من 10 عن الفري ثرو لهلأ بيبلس بهالجيم، كثير قليل البرسنتج. كمان عم يضيعوا على الفري ثرو، يعني هن سادس افضل فريق 68% اليوم، اقل من 40% البرسنتج. 4 من 11 بسجل الثانيه، وحده من 2. اول نقطه للشدياق بالجيم. عم تشوف الحكام القطري والعماني اللي كانوا موجودين امبارح بإيادة مباراة الاتحاد الأهلي الحلبي وبيروت بحلب بملعب الحمدانية، مع جمهورهم الرائع اللي اجانا كثير مسجز منهم، الجمهور الحلبي اللي كانوا كلهم عم يتابعوا شاشة ام تي في. موجه لهم تحية جديدة، هن محبي كرة السلة اللبنية. عم نشوف رئيس الفخري لنادي ان اس اي افو سركيس، يعني واحد من الأشخاص اللي بيعشق الرياضه، بيعشق كره السله اللبنانيه، ونحن كثير بحاجه لهيك اشخاص لدعم كره السله اللبنانيه بكل الانديه، خاصه الانديه يلي طالعه من الرحم اكاديميه. تسديده ثلاثيه ما بتنجح المحاوله، وهون البوزيشن بتروح من جديد. وانت قد ايه مهضوم، اسم الله عليك، خزي العين. صحتين، هيدي صورة الجيم اليوم. دالاس مورغان
مر الى السعيد، رامي بوطانس هو اللي عم يدافع على دالاس. نديم تحت الضغط من فيكتور برميوديز، بيطلع الطابه لبرا، تسديده ميلكو الثلاثيه بسجل لاعب الخبره، لاعب اليورو ليج السابق بسجل اول 3 بوينتس له بالجيم. معروفين لاعبين اوروبيين ما بينتركوا كثير من برا، يعني الركر بالنسبه له عن الارك 5 3 بوينتس بجيم واحد عمله بالدوري القطري ب 12/7/2021. فيكتور كان عم يرد من المسافه المتوسطه ونقطه 15، الفارق بيرجع 10. نديم السعيد وهون تحت السله، كمان ميلكو ما بينجح على عده مراحل، فيليب رانكن تيم ريباوند لصالح فريق بيبلوس. فيليب رانكن كمان عم يخترق، بروح على السله، بلم هو الاوفنسيف ريباوند بالترافيك، بلم وبسجل نقطه الرابعه وبيرجع بنزل الفارق لثمانيه. قد ايه مهضوم هالجمهور اليوم على مدرجات مجمع فؤاد شهاب بجوني، شفتوا ليه كره السله ويراتي بكل العيال. ميلكو حلوة كثير سلة ميلكو، 17 نقطة، 17 نقطة لميلكو، ثاني أفضل سكورر بالجيم بعد زميله دالاس مورغان، كاليب رصيده 22 بوينتس. ما بينجح الحداد، تيم ريباوند لصالح ان اس اي. ديمتري على ارض الملعب بدلا من عبود الشدياق، دالاس ميلكو اوبن شوت بياخذها الايسي، ما بينجح بالتسديد الثلاثيه. غريب يلي عمله ابراهيم الحداد، تركها يا تركها يا اذا منك مأكد منها شو بدك فيها، عم تشوف المدرب الامريكي منه مصدق من ردة فعله لابراهيم الحداد. الطابة رايحة تيم ريباوند، جرب يوصل له اياها لزميله رامي بوطانوس، اعطيها للان اس اي. ميلكو بسجل ميلكو 20 نقطة، تاني 3 بوينتس له بالجيم وبطلع الفارق ل 13. تسديدة ثلاثية من ديمتري نادر، الريباوند لصالح جورج سعيد. 3 دقايق ونص بيبقى لنهاية الكوارتر الثالث. دالاس للسعيد، نديم كمان عم يسجل، تاني 3 بوينتس لنديم سعيد بالجيم والفارق عم يزيد ل 16 نقطة لصالح فريق ان اس اي. تايم اوت للمدرب الامريكي، المدرب ريكي كليفلاند جورج. عادي عم نشوف اجمل لقطات من كوارتر الثالث، حلوه هون كانت التمريره من ابو عويضة لصالح ميلكو يلي عم يكون
هو ونديم سعيد النجم الكوارتر الثالث اللي قدروا يعملوا فرق. وصل ل 16 نقطة ريباوند، بلشوا يتقدموا ان اس اي 36 مقابل 33، لأنه هن عم يسجلوا بيبلوش ما عم يسجل، لكن عندهم فرص يعملوا الديفنسيف ريباوند. الأسيست بعدنا دائما عم نحكي عنها 13 مقابل 4، بس برميودز عامل تمريرات حاسمة، وهيدي سلة ثلاثية ناجحة لصالح الحداد، 17 نقطة لابراهيم الحداد، ثاني 3 بوينتس له بالجيم. رامي بوتانوس عم يحط براشر على دالاس مورغان. عم يلعبوا دفاع منطقة، دفاع منطقة بيبلوس. مش معقول، مش معقول قد ايه عنده خبرة. ميلكو عم يسجل نقطة ال 22، أفضل سكورر بالجيم بالتساوي مع زميله دالاس مورغان، لكن إذا سجل الفري ثرو رح يصير هو الأفضل تسجيلا بالمباراة. شوفوا كيف عطيه اياها، شوفوا خبرة نديم وخبرة ميلكو على أرض الملعب. عم نحكي بلاعبين عندهم خبرة كبيرة، يعني صحيح بتفرق الخبرة بين دوري وآخر، بس نديم عارف يعطيه اياها لميلكو، ميلكو قادر يخلص. 22 نقطة 10 ريباوندز، دبل دبل بأول مباراة لإلكو لإله ميلكو بيليكا، وبسجل نقطة ال 23، حاليا هو أفضل سكورر بالجيم. فيكتور برميودز، فيكتور بترافيك بمر لفيليب رانكن، بسجل رانكن نقطه السادسه. ست تمريرات حاسمه لفيكتور برميودز، ما بينجح لسعيد هالمره. الريباوند دفاع لصالح فيليب رانكن، ونقطتين جديد عم يتسجلوا من فيليب رانكن، نقطه الثامنه. نزل الفرقه ل 12، المدرب زياد مراد ما بده يخلي يكون عندهم امل لاعبي فريق بيبلوس، وجيسون الفني بيطلب تايم اوت. حاسمة لفيكتور برميودز. وهول التمريرات الوحيدين يلي عملهم بيبلوس ستيلز، واحد مقابل أربعة. هيدي وحدة من الأمور يلي بس متقدم فيها اليوم فريق بيبلوس على NSA، هي الستيلز والتو بوينت برسنتج، كثير قريبين من بعض التو بوينت برسنتج، 41% مقابل 40. شفت فارس أنا على المدرج. زون ديفانس، بس رامي بوتانوس شوفوا كيف عم يدافع على دالاس مورغان. ست ثواني، خمسة، دالاس بياخذ التسديدة، ما بينجح بالمحاولة. رانكن على الريباوند، صار عمل 10 ريباوند فيليب رانكن، ومن بعدها بيعمل تورن اوفر، من بعدها بيعمل تورن اوفر. فارس وزوجته، العيلة اليوم فارس. ميلكو ما بينجح، الريباوند لمين؟ كمان هجومي لكن مقطوعة. فيكتور برميودز بمر للشدياق، والشدياق بسجل نقطة الثالثة بالجيم. سبع تمريرات حاسمة لفيكتور برميودز، الفارق بيرجع بينزل لعشرة. بالبوكس اند وان اللي عم يلعبها المدرب ريكي جورج، شوفوا اربع لاعبين بالبوكس، لاعب واحد فول دي ناين مع دالاس مورغان، والريباوند لصالح محمد سكيف اللي استعان فيه على ارض الملعب. عوده السكيف
للجيمز، عم يستعين فيه باخر الكوارتر الثالث. فيكتور برميوديز خطا، محمد سكيفي لعب بس مباراتين بهالموسم، مايكل صدق على ارض الملعب بدلا من ميلكو، عم يريحه قد ما فيه. ما بدنا ننسى عمره 38 سنه هاللاعب، عم يعطي بس بده قد ما فيه يريحه، بده يجرب هون المدرب زياد مراد يخلص معه، يعني بده يجرب يستعين فيه بالدقائق الاخيره اذا كان كلوز جيم. اكيد هيدا التكتيك اللي عم يجرب يعمله المدرب زياد مراد، وعم يستعين بمايكل صدقة بدلا منه. سايد بول مع فيكتور برميوديز، رامي بوطانوس، عبود الشدياق لفيكتور، وهون مقطوعة من الأيسي، بيعمل الستيل عمر دالاس مورغان، بيطلع عليه رامي تسديده ثلاثيه لمايكل كريمي، الريباوند لرامي، اخر ثواني الكوارتر الثالث، هل رح يقدر يسجل بيبو فرنز الفرق الاقل من 10؟ فيكتور برميوديز، فيكتور يخترق، وهون غريب فيكتور ما بيشيلها من ايده، ما بيشيلها للطابه من ايده، في مشكله يمكن ساق بينه وبين زملائه على ارض الملعب، بس هون مفترض يكبها، يعني في لاعب معه فاضي عبود الشديق على مالة اليمين، فاضي افضل يسدد عبود على انه يعمل ووكينج مع نهايه الكوارتر الثالث يلي عم يعطي تقدم ان اس اي بفارق 10 نقاط 62-52. مثل ما انتهى الكوارتر الثاني بفارق 10، كل فريق سجل 20 نقطه بالربع الثالث. رشيد رجع نحن وياكم لانطلاقة الكوارتر الأخير. كيف رح يكون سيناريو الأخير بالجيم؟ إذا التعليمات الأخيرة للمدرب ريكي جورج والمدرب زياد مراد، الحكم الثلاثة عم يطلبوا من الفريقين العودة لأرض الملعب. آخر فرصة لفريق بيبلوس بهالجيم. الكوارتر الأخير، ميلكو عم يرجع على أرض الملعب، موجود بانطلاقة الكوارتر الأخير، 9 من 24 للان اس اي اليوم عن الارك، 37% برسنتج مقابل 27% للفريق الجبيلي. عمر الأيسي بيخسر الطابة، بتبقى لصالح ميلكو، بعد عنده 5 ثواني، عمر بيعمل فيك، عمر بمرر للكريمي، ما بينجح بالتسديدة البعيدة، كلوك فايوليشن، طابة أصلا ما دقت بالرم. فيليب هو اللي عم يطلع بالطابة، فيليب رانكن بخلي الطابة فيكتور برميوديز، فيكتور بيخترق، فيكتور بروح على السلة، ما بسجل فيكتور، الريباوند لصالح ميلكو، 11 ريباوند لميلكو بوقت جورج سعيد عم بضيع كمان الفرصة،
لسعيد عم يضيع الفرصة. رامي بوطانوس بيروح البيس لاين، الطابة بتوصل لفيليب فرانكن، عنده 10 ثواني بعد فيكتور برميودز. محمد سكيف بيعمل سكرين، فيليب فرانكن كمان بدوره بيعمل سكرين، تسديدة ثلاثية لرانكن بسجل عن الارك، 11 نقطة لفيليب فرانكن، أول 3 بوينتس لإله بالجيم. الفارق عم يزل لسبع نقاط. مباراة منا هيني بعد البوكس اند 1 مكملة من قبل الفريق الجبيلي. دالاس مورغان، دالاس ميلكو بياخذ الاوبن شوت، ما بيسجل في اوفنسيف ريباوند. مايكل كريمي عم يخطف الاوفنسيف ريباوند من ورا دفاع المنطقة. دائما بنقول دفاع المنطقة لأنه عم يلعبوا بوكس اند 1 في أربع لاعبين، ما بيتحركوا مع الطابة، بيتحركوا مع الماني، بيتحركوا مع الطابة. هيدا الشيء خلى مايكل كريمي يسرق سرقة الاوفنسيف ريباوند ويسجل نقطتين جديد لصالح فريقه، هيدي أولى نقاطه على كل حال. 8 دقائق و 8 ثواني. رامي بوطانوس خطأ لصالح فيكتور، هيدا أول خطأ على NSA بهالكوارتر. عودة جيسون بولوس كمان على أرض الملعب. محمد عويضة، محمود عويضة، أربع أخطاء على عمر الأيسي، هو بفاول ترابل بأربع أخطاء، وفي كذا لاعب بثلاث أخطاء منهم، ميلكو بثلاثة فاولز، كمان جيو أبو سليمان بثلاثة فاولز. محمد سكيف بيعمل فيك، بيخترق محمد سكيف، بحاول يمرر، مقطوعة من دفاع فريق أنا سيك، بعده منه بالجيم شيب، واضح جدا محمد سكيف منه بالجيم شيب. ودالاس مورغان عم ينجح بتسجيل نقطه ال 24 بالجيم. بضيع المحاوله رامي بوطانوس، غريبين قرارات لاعبي بيبلوس بصراحه، الطريقه يلي عم يلعبوا فيها عندهم غرابه باختيار تسديداتهم، على عكس هون اكيد كريم جديل يلي بسدد للمره الثانيه بنجاح بالجيم نقطه. ميز الرائع يلي موجود اليوم على المدرجات، قد ايه عم يتفاعلوا مع كل سله لفريقهم ان اس اي. كثير حلوه هالكونتينيوتي يلي عاملينها فريق ان اس اي، يعني بين الاكاديميه ويتابعوا فريقهم يلي عم يمثلهم بالدور الاضواء بالدرجه الاولى، يجوا يتابعوا فريقهم على ارض الملعب بالمدرجات، يتحمسوا مع فريقهم. هيدا امر اكيد بيخلق مستقبل كبير، لانه دائما بقول انا الرياضه كل حدا بيعمل سبور ان كان باسكتبول او غيره، بس نحن هون لانه بالباسكتبول عم نحكي على الباسكتبول، هول اللاعبين الصغار يلي بيلعبوا بالاكاديميات الكاركتر تبعهم بيتغير كثير لما يعرفوا الخساره والربح، على صغر بيعرفوا الخساره والربح. زميلنا روي ورالف ما بيعرفوا الخساره والربح، ما ادري شو عم يعملوا على الموبايل. 8 تورن اوفرز لان اس اي، 10 على بيبلوس. سبع دقائق و22 ثانية تفصلنا عن نهاية المباراة، 5 ستيلز لبيبلوس، 3 لان اس اي، نزلوا الفارق لسبعة لكن قدروا استوعبوهم بشكل سريع لاعبي فريق ان اس اي. وهون فيكتور برميودز خطا من ميلكو، الخطا الرابع، اربع اخطاء على ميلكو بيليكا. ما بعرف اذا رح يريحوا شي دقيقه دقيقتين المدرب زياد مراد او رح يتركه على ارض الملعب، انا بتصور رح يريحوا. جيو بيرجع على ارض الملعب، فيكتور برميودز بمرر ذكي التمريره لكن الحداد ما بيعمل كنترول. جورج سعيد على ارض ملعب بدلا من ميلكو، بقول له ليش شلتني، بقول له عندك اربع فاولز. دالاس بمرر تحت السله للبستاني، حلو السله من بشاره، اربع نقط للبستاني. فيري عم يرجع يطلع ل 16 نقطه،
جيو. حلوة التمريرة بتوصل لفيليب فرانكن تحت السلة. فيليب طلعوا له اياها للسكيف. جيو ابو سليمين بدوره بيخترق بحاول يمرر مقطوعة من دالاس مورغان. كمان الجدايل جدايل اوبن شوت كمان عم يسجل للمرة الثالثة. عم يضرب الدفاع يلي اعتمده المدرب الامريكي ريكي كليفلاند جورج بشكل كامل. يعني عرفوا يتعاملوا مع البوكس اند وان، عرفوا يتعاملوا مع كل الدفاعات اللي جرب يلعبها اليوم المدرب الامريكي. وهيدا ترن اوفر جديد كمان يضاف للترن اوفرز للفريق الجبيلي. مباراة مرحلة الذهاب انتهت بفارق 17 نقطة لصالح ان اس اي 84-67. مباراة الاياب عم تكون صعبة كثير على الفريق الجبيلي. محمد سكيف واضح انه منه قادر يفوت بعد بجو الجيم، يعني بلش يتمرن شوي شوي بعده منه عنده ابدا جيم شيب. هو يعد من اللاعبين الجيدين بس بده وقت اكيد. عم تكمل البوكس اند وان يلي ضربوها بشكل كامل خاصة الجدايل. وممكن هون كمان تكون محاولة ناجحة لسعيد بلم الاوفنسيف ريباوند كمان ما بسجل. فيليب رانكن على الريباوند. فيكتور برمودز جيو جيو بايده الشمال مسجل بسجل 11 نقطة لجيو. عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. اربع لاعبين ببيبلوس عنده دبل فيجرز بالنقاط، الاجانب وجيو وابراهيم الحداد. بفريق ان اس اي ما في ولا لاعب لبناني عمل دبل فيجرز. ممكن جدير اذا سجل بعد ثلاثيه لانه عنده تسع نقاط. العويضه خطا لصالح العويضه. الحلو بمحمود عويضه بيلفت لي نظري كثير بالطريقه يلي بيقدر يمرر فيها، كيف بروح ودايما عم يفكر بالباس بالمحل الصح، دايما بلاقي الجابس وبيقدر ينقل الطابه بشكل ممتاز. دالاس مورغان على السايد بول. سعيد بضيع المحاوله، مورغان بيرجع بلم الطابه بياخذ ميد رينج شوت ما بسجل. ريباوند لصالح فيكتور برمودز. والتسديد الثلاثية بسجلها الشدياق الأولى لإله بهالجيم 74-60. شارب ستيني شارب ستيني سبق ولعب مع بيبلوس. عويضة البلوك شوت ناطره من فيليب رانكن. ثلاث ثواني بيبقى ثلاث ثواني اذا بيبقى لهجمة فريق بيبلوس. وهون نقطتين عم يسجلهم كمان ميلكو. اللي بدي اقول لكم اياه انه ممكن نشوف تريبل دبل اليوم. فيكتور برمودز عنده 15 نقطة 9 ريباوند و9 اسيست. بركي بنشوف الستاتس بولد ستاتس بنشوفها كيف ارقامه عم بتكون بأقرب فرصة. خلينا نشوف هون تسديدته الثلاثية بسجلها فيكتور. 18 نقطة 3 ثلاثيات له بالجيم. جدايل عم يمرر للعويضه تحت السله كمان بلم الاوفنسيف ريباوند. العويضه بتطلع الطابه لبرا. حلو الفيك اللي بيعمله جدايل ما بينجح بالتسجيل. واوفنسيف ريباوند ونقطتين لميلكو يلي صار مسجل 27 نقطه. الفعاليه عاليه جدا للاعب الصربي المونتينيجري بوقت ابراهيم الحداد. لجيو ابو سليمين عبود كمان ما بينجح بالتسجيل.
ريباوند دفاعي لصالح كريم شدايل. 3 دقايق قبل نهايه المباراه، 15 نقطه تقدم لان اس اي يلي عم يقتربوا اكثر واكثر من تحقيق فوزهم الرابع بسنبس بطوله لبنان لكره السله. دالاس مورغان تسديده ثلاثيه بسجل البستاني، 7 نقاط لبشاره بستاني بالجيم. عم تشوفوا ارقامه، 15 نقطه 9 ريباوند و10 اسيست. هل رح تشهد هالمباراه اول تريبل دبل بسنبس بطوله لبنان لكره السله؟ لنشوف اذا رح يقدر يحقق هالشيء فيكتور برميوديز. بده ريباوند واحد ليعمل تريبل دبل. صرنا زمان ما شفنا تريبل دبل بهالموسم، مش بهالموسم، من اخر موسم الماضي. اخر تريبل دبل كانت لهايكي غوكشيان ب 27/1/2022 بالموسم الماضي، 26 نقطة 11 ريباوند 10 اسيست بمواجهة بيبلوس. اليوم لاعب بيبلوس ممكن هو يكون عم يعمل تريبل دبل. جيو ابو سليمان ممتاز انت يا جيو، عم يسجل نقطة ال 13 جيو ابو سليمان بهالمباراة. ميلكو طابع عم تبرم، طابع عم تبرم. جدايل بعد عنده 3 ثواني بمرر لميلكو. بلوك فايوليشن. ستاشر نقطة الليد لان اس اي. فيكتور بده ريباوند ليعمل تريبل دبل. امبارح شفنا اول تريبل دبل ببطولة وصل للاعب نادي بيروت كيني هايز. جيو بفضي لفيكتور برميوديز، بضيع المحاولة. دالاس مورغان على الريباوند، والريباوند عم يتعمل تريبل دبل. التريبل دبل الاولي بسنبس بطولة لبنان لكرة السلة عم يحققها فيكتور برميوديز. 81/67 إذا عم نشوف التريبل دبل عم تتحقق. فيكتور برميوديز 18 نقطة 10 ريباوند و10 اسيست. 0-0 يعني صار له فترة ما عامل أكيد هيدا الإنجاز اللي بيعد شخصي، بس اكيد بيبقى يعني خلص خلص صار عندنا تريبل دبل لانه ما كنا عم ننبش على اول وحده بالقليه كلها ما صار في تريبل دبل. عم يعني المرحله الثانيه من اياب سنبس بطوله لبنان عم تصير التريبل دبل. عمر دالاس مورغان براشر من ابراهيم الحداد. وهو
هون في خطأ. عشر نقطة التقدم. عم شوف المدرب الامريكي ريكي جورج عبود يخسر الطابة. عبود الشدية الجدايل بيروح على السلة وبسجل نقطة 11. اول لاعب لبناني بان اس اي عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. برمودز اخر دقيقة بالجيم. اوفر على فيكتور وهون شوفوا حماس لاعبي المستقبل. دالاس دالاس مورغان بمرر التسديدة الثلاثية كمان عم يسجل هالمرة الأيسي. أولى نقاطه للأيسي بالجيم 19 نقطة تقدم. جيو جيو أبو سليمان خطأ خطأ لصالح فيليب رانكن خطأ من ميلكو. خمس أخطاء على ميلكو فاول أوت. بس قديه اشتغل قديه ساعد فريقه ميلكو بيليكا عم يحمسوه كلهم ان كان بنش فريقه او الجمهور. يعني اختيار صائب جدا كان من قبل اداره ان اس اي. جيو عنده بعد سبع ثواني. جيو ابو سليمان بيخترق وبسجل بسجل 15 نقطه لجيو. برافو يا جيو. واخر ثواني الجيم فير بلاي 86 69 هي النتيجه النهائيه بهيدي المباراه. عم يفوز فريق ان اس اي على حساب الفريق الجبيلي بيبلوس ليحقق فوزه الرابع مقابل تسع خسارات. بيتعادل هو واطلس بعدد النقاط او بعدد الخسارات والانتصارات. لكن الادفانتج لاطلس لانه اطلس ربح على ان اس اي بسهاب البطوله. بينما اومنتمن بالمركز ال 11 بثلاث انتصارات مقابل تسع خسارات. وبيبلوس بالمركز الاخير صار عنده انتصار و12 خساره. المدرب زياد مراد رح يكون حدي بهالوقت لناخذ رايه بالجيم. زياد اول شيء بدي اقول لك مبروك. ثانك يو. يعني واضح انه شاغل كثير على الجيم. بس انا بدي اسالك غير سؤال. ميلكو قد ايه ريحك اليوم بالجيم؟ يعني بازل. واضح بازل للفريق. بازل بازل كان ناقصك القطعه. بازل والصوره طلعت حلوه كثير. بازل لانه هي كان بلاي فروم اوتسايد تو انسايد وذ فيري 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 جود. عنده اي كيو عالي بيعرف كيف ياخذ الفاول. ريح كل اللبنانيين خليهم هن تو امبروف تو سكور ببعض المحلات. دالاس مورغان كمان اليوم عم يعمل شغل كثير كبير. يعني في كثير انحكى انه حتى انا بيستغني عن ايزايا هامونز واللاعب انطوني فيردي. صار عندكم لاعبين مميزين جدا. يعني اللاعبين الموجودين هلا مور اكسبيرينس مش لانه هن عاطلين بس وصلنا لمحل وقفوا تو كرييت مع التيم. بدنا شيء يساعد الفريق اوفر اول وهيدا الشيء اللي قدرتوا تعملوه. صار عندكم اربع انتصارات. وين تارجت وين تارجت هلا مع هيدي التركيبه الجديده؟ تارجت فاينل 8 اكيد. فاينل 8 تروحوا لتاني راوند لمجموع الجروب. اكيد اكيد اكيد. موفق كوتش زياد. بروح بسرعه على زميلتي غاغا. هارد لاك هارد لاك. ثانك يو. يو ديد ا تريبل دبل. ار يو هابي اباوت ات؟ اي وان تو بي بس اي كانت بي بيكوز ذا ريزلت اوف ذا جيم نوت وات وي وونت يو نو. وات كان يو تيل اس اباوت تونايتس جيم؟ ار يو ساتيسفايد فروم يور تيمز بيرفورمانس؟ اي ثينك وي بلاي ديسنت. اي ثينك وي بلاي ديسنت بس وي كان امبروف فور شور. Thank you so much. يعني نديم مبروك. ميرسي يا جيال. برايك يلي كان بينقص فريق ان اس اي اليوم لقيتوه؟ يعني حسيتوا حالكم اليوم خلص صارت واضحه صوره فريق ان اس اي؟ ليكي بالنهايه بدي اقول لك شغله،
ميلكو عايزينه، غير هيك صار عندك ريم بروتكتر، عندك ريباوندر مع جورج ومايكل، صار كومبينيشن روعه. وغير هيك لما يكون عندك لاعب بهذا الكاليبر مجبور اللبنانيه يعلوا الليفل تبعهم. هذا الشيء اللي شفناه اليوم، يعني اللاعب عم فوتوا من برا لجوا، عم نعمل فيري بيج جيم. بدعت بيج كادس للكوتش زياد، وعن جد يعني ان شاء الله نكفي. هلا عنا 3 جيمز ان رو مهمين كثير، ان شاء الله يا رب نفوت بهذا المومنتوم يلقى فينا. عن جد فريقنا حلو، يعني انت شوفي بالقليه انه كم جيم خسرنا بس على نقطه. كان في بينقصكم عامل الخبره نديم، يعني ما في غيرك، مع احترامنا للجميع، بس بعد في عناصر كثير صغار بينقصهم الخبره. اليوم صارت الخبره موجوده بفريق انس. عن جد، وانا هيدي الاصابه يعني غبت 6 متوشه ورا بعضهم. هلا اجا ميلكو، وانا شفتيني يعني عم فوت واظهر، بس معك حق، عامل خبره اجا، لانه كنا على طول نكون اب فجاه نخسر. هلا عم نعرف نسيطر على تيمبو الجيم وتوفقنا. ما كنتوا عم تعرفوا تنهوا جيم، هلا صرتوا عم تعرفوا. مبروك نديم. يعني غياس، هلا في جيم منتظر يلي هو ساجاس بمواجهه هوبس بغزير، رح نتابعها اكيد عبر شاشه ام تي في. اكيد هيدي المباراه منتظره، وعم ينحكى بفول هاوس بهيدي الجيم بملعب غزير. هوبس من الفرق اللي بتدافع كثير منيح، رح يواجهه واحد من افضل الفرق يلي بتهاجمه على ارضه، يعني فريق الحكمه على ارضه اكيد بيلعب بطريقه مختلفه من خارج ارضه، مثل كل الفرق اللي بتقدر تستفيد من ارضها. الجمهور من دون شك رح يكون لاعب سادس يوم الاحد. المباراه منتظره رح تكون لايف على ام تي في، بينما في مباريات كثيره كمان، يعني بكره في مباراتين. رح يكون الماريس عم يلعب مع الانترانيك، اكيد فيكم تتابعون على اس بي اي وبيروت سيتي، كمان عشيه رياضه هومتمن كمان بتتابعون على اس بي اي وبيروت سيتي، بينما يوم الاحد رح نكون نحن وياكم بمباراه الحكمه وهوبس لايف على شاشه ام تي في. من هلا لوقتها بدي اشكركم.